من الإنجازات والنتائج الميدانية الباهرة التي حققتها قوات الشرطة في محاربة الجريمة بشتى أشكالها وحفظ النظام العام في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، والمشاركة في دحر المخططات الهدامة التي تستهدف بلدنا، لم تعجب بعض الأبواق الناعقة حيث استهدفت مصالح الأمن من خلال نشر أخبار مغلوطة تمس بكرامة مستخدميها، سعياً منها للنيل من معنويات أفرادها خدمة لأجندات معروفة لدى الرأي العام الوطني والدولي. ومن هذا المنبر نؤكد أن جهاز الشرطة لم ولن يتوانى في محاربة بؤر الفساد وكل أشكال الإجرام، صوناً لأمانة شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار، مدافعين بدون هوادة على وطننا حتى آخر رمق من أنفسنا، لأن الجزائر خط أحمر وظالم من فكر في تجاوزه.